شكرا للدكتور مصطفى. احنا طبعا يعني نفسنا ان احنا نقعد لغاية بكرة، لكن عشان بكرة اجازة. لكن الاستاذ خالد عمال مزنع علي من بدري وهيعاقبوني في مجلس الإدارة، فيعني ما حدش هيجي يدافع عني. ففي احنا يعني قدام دلوقتي قدام سؤالين عمالين بيلحوا عليا من بدري الاخ اسلام، بس طبعا انا ما كنتش عايز اخليه يتكلم عقابا ليه ان هو جاي متاخر. ففي سؤال للاستاذ فوزي صالح وسؤال اخير للاخ اسلام فارس، فهنكتفي بهذا القدر من الاسئله، وبعد السؤالين هنخش في مرحله التكريم، وبعد التكريم هنختم باغنيه لفناننا المبدع احمد اسماعيل، وبعد ما الاغنيه تنتهي ان شاء الله هنقف كلنا ناخذ صوره جماعيه باذن الله. ولا ننسى أن نرحب بالكابتن حسن إبراهيم ابن قرية أبريم، أهلا وسهلا به. دكتور الكبير دكتور عبد القادر، بالنسبة لما أدير أو ما أثير عن السعي النوبي، على ما أعتقد كانت هناك ندوة كبيرة جدا عن هذه السعية من مكوناتها، صناعتها، أدائها، وظيفتها الاجتماعية الاقتصادية وكل الحاجات دي. ندوة يمكن خدت 9 3 ساعات، عشان كده هو بيقول لكم ايه ده موضوع كبير يطول شرحه وكده. فأرجو ان في لقاء تعمل عندنا يتعمل عندكم، ايا كان اللقاء يتعمل يتعمل بس للسقية النوبية، لان السقية النوبية كانت مشروع حياة بالنسبة للنوبيين وليست ذات شق واحد. يعني كان رهيب جدا لما سمعنا هذه المحاضرة، عرفنا قد ايه الساقيه كانت مشروع اقتصادي اجتماعي تكافلي، كل الحاجات اللي ترد الى الذهن. اللي قلقني طبعا من المناقشات الكتيره اللي اتقالت، النتائج اللي ممكن نطلع بيها من هذه الندوه. اطالب وبشد ان احنا نهتم تماما بان احنا نعمل، معلش يمكن لو الكلمه كده تجاوز، ما يسمى باللغة العربية واللغات المختلفة مجمع للغة النوبية، مجمع متكامل يجيب كل الخبراء الكبار العظام اللي النهارده بيحضرونا مع زملاتنا وأهلنا في السودان، كل النوبيين المهتمين سواء دارسين أو سواء مهتمين أو سواء مبدعين، كل دول يخرجوا بحاجة كويسة جدا. أنا ما يقلقني يعني حتى احنا ما كنا في المدرسة في رمنا الإعدادية اللي كانت بتضم 7 قرى نوبية، أدندان جوستول أرمنا توشكا مش عارف إيه، كنا نضحك مع بتوع أدندان وبتوع أبسنبل نقول لهم أنتوا بتدلعوا اللغة النوبية شوية. اللجنة الرقيقة قوي اللي احنا كنا بنعتبرها دلع، باعتبار إن اللجنة بتختلف كل ما اتجهنا شمالا، وبتبقى يعني النعومة بتاعتها بتفقد النعومة بتاعتها مش في الكلمات. ده ما يقلقنيش كتير قد ما بيقلقني اللي ما اثاره الدكتور محمد استاذي استاذنا استاذ اللغه النوبيه، ان الكلمات المندثره والكلمات اللي بتروح من النوبيه هو ده القلق الفعلي. يعني اما ما بنلاقيش الكلمه اللي هي جايه لنا من الجنوب، وانا بعتبر الجنوب النوبي في السودان كنز جميل جدا تاثيراته يمكن ما تاثرش جامد. فتملي اما اي حد يقول اللغه النوبيه هتروح، النوبيين احنا مش عارف ايه كذا، بنقول لهم طالما الجنوب موجود وبيمد هذا الطوفان اللي جاي على طول مش هيندثر. فانا بشارككم ان انتوا تفكروا في هذا المجمع، الاستاذ عمر يفكر لنا فينا ندثر من الكلمات النوبيه ايا كانت، من النوبيه القديمه بتتعدل بتتقال في دنجله بتتعدل كده، بدل ما نستعمل كلمه عربيه. الكلمة العربية اللي بتحل محل الكلمة النوبية اللي موجودة هنا هي اللي بتضيع اللغة، مش أي حاجة تانية. فأرجو أن يكون هذا
اهتمامكم في المرحلة الجاية، ونطلع من هذه الندوة بهذه التوصية ونبتدي نشتغل فيها. يمكن الكلام ده قلنا للأستاذ الكبير الأستاذ عبد القادر، الدكتور عبد القادر، في آخر ندوة بتاعت يحيى مختار. قلنا لازم نهتم بهذا الجزء ولازم ننجزه، والفعاليات دي حقيقي جميلة جدا. وأنا بشكر منتدى دندان إن اليوم النوبي بدل ما يبقى رجيد وأغاني وحاجات جميلة بس، اتحول لحاجة علمية، حاجة مفيدة في تطرقات مختلفة. شكرا لكم والسلام عليكم. السلام عليكم. بعتذر الاول عن التاخير لظروف العمل، وبرحب بالاساتذه اللي منورينا النهارده، الاستاذ احمد اسماعيل، الاستاذ محمد عمر طاهر، الاستاذ ناصر الحاج، والدكتور مصطفى عبد القادر. خلاص زهقت ولا ايه؟ عندي ثلاث اسئله. ثلاثه السريع يا استاذ خالد، وجهوش انت. الناس كلها مركزه على الكلمات وكده، بس انا لاحظت حاجه ان النوبيه ما فيهاش اعداد بتتكتب زي اللي هو بالشكل النمطي. مثلا في الانجليزيه بتتكتب 1 شكلها معروف، 2 في العربيه، 1 2 في النوبيه بنكتب مثلا ويرا و توسكو، بنكتبها كتابه. هل ما فيش مثلا اعداد نوبيه، او كان في واندثر، او في كانت ايام المملكه المرويه مثلا، ايام الكتابه المرويه كان في شكل للكتابه لكتابه الاعداد بالانماط؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني برضو المواقيت. المواقيت برضو تقريبا عربيه، يعني لما بنيجي نقول مثلا فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، تمام. الكلمة الوحيدة اللي يمكن في الظهر إيس، مش عارف دي تبعهم ولا هل ليها برضو أسماء ولا لا. في نقطة المياه برضو لفت نظري إن احنا بنقول على ماء العين أو الدموع مايسي إسي، بعكس مثلا ما نقول سورون نمن، تمام. هل في اختلاف؟ ليه مثلا ما اقولش هنا يا في الاثنين إسي أو في الاثنين أمن؟ شكرا. بالنسبة لكلام الأستاذ فوزي، أنا طبعا يعني عايز برضو أحيي من خلال المكان الناس اللي عملت قواميس، يحيى المرحوم يحيى عيسى، خليل عيسى ومكي ادريس، مكي علي ادريس، وطبعا محمد متولي بدر اول من يعني، وسمبايك طبعا عمل مجهود كبير، بس كنت اتمنى ان هو يعمل قاموس نوبي عربي او عربي نوبي، ما يبقاش المفتاح بالانجليزي. ده يعني عمل صعوبة للبحث الكلمة. وبرضه إن شاء الله بنتمنى إن يبقى في قاموس، وإن شاء الله هنسعى فيه يبقى فيه عربي نوبي، لأن عربي نوبي برضه للناس اللي بتتكلم عربي عايزة تدور على الكلمة مقابلها بالنوبي بتلاقي صعوبة يعني. بالنسبة للأرقام، كان الدكتور مختار عامل دبليو وفوقيه شرطة وحاجات كده يعني، أنا طبعا ما مشيتش أو ما كملناش فيه، لقينا فيها صعوبة. الأرقام ما يدي الأرقام اللي أنا بقول عليها، ما لقيناش يعني، لقينا فيها صعوبة وما علمناش بيها يعني. لكن الأرقام كمنطوق موجود من 1 لمليون، وانا بدرس لهم من 1 لمليون يعني، ما موجوده كارقام. شكل الكتابه لا، ما هو عاملها الدكتور مختار، بس ما يعني صعب ان انت تدرس بحاجه قديمه دلوقتي، زي ما تيجي تستخدم المروي في عصر دلوقتي يعني. انت صعب ان انت تدرس بالهيروغليفي، الشكل التصويري بتاع الهيروغليفي
وبعد كده الشكل الهيروغليفي اللي هو اسمه الشكل التجريدي، وبعد كده الشكل المختزل الاخير الديموطيقي. النمط اللاتيني برضه قديم. لا بس لا ده 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 يعني بعد الهيروغليفي والشكل التصويري وصعوبه الشكل التصويري، يعني لازم يكون في تسهيل للتعليم. فلو لقينا حاجه بتسهل اكيد هنستخدمها. دكتور مصطفى استاذنا وهو المحامي الاول لينا. بس المهم جدا السؤال بتاع الاستاذ فوزي، وهو يدور بالاساس حول اللغه. الحقيقه لازم افصح بصفتكم معانا مهتمين بالموضوع عما نحن او ما وصلنا اليه او ما نحن في الطريق اليه بالنسبه للغه النوبيه. الموضوع مش مجرد مفردات وكلام وكتابه، الموضوع عايز الاعتراف بالنوبيه كلغه، ثم وضع منهج للقراءه والكتابه، ثم الوصول الى جهه رسميه تتولى تدريس هذه اللغه. احنا كل هذه المراحل ليس سرا عملناها والحمد لله. واخر مرحله كان معانا الاستاذ محمد عمر فيها طبعا في معهد الدراسات الافريقيه في جامعه القاهره، ورحنا وعرضنا الموضوع على رئيس قسم اللغات الافريقيه الدكتور سعيد رشاد، والعميد اللي هو محمد نوبل، والسيد نوبل كان نائب العميد. وعرضنا الموضوع فعلا ان احنا يساعدونا في ان احنا نضع منهج للغه النوبيه ونفتح فصل لتدريس اللغه النوبيه في المعهد زي ما هم بيدرسوا السواحليه والهوسه واللغات الافريقيه الاخرى. ورحبوا بالموضوع وطلبوا مننا ان احنا نجيب المطبوعات بتاعتنا اللي احنا لانه قلنا لهم في كتب احنا بندرس فيها، وفي دراسات احنا عملناها، وفي ابحاث احنا عملناها، وفي قواميس احنا عملناها. فقالوا هاتوا لنا المطبوعات والحاجات بتاعتكم دي كلها، واحنا هنفتحها وهنعرضها على اساتذه القسم، ونعمل منهج للغه، ونفتح فصل للغه النوبيه في المعهد الدراسات الافريقيه في جامعه القاهره، ويمكن المعاد يوم الثلاثاء. والمعاد معاهم مع العميد، ولحسن الحظ ان اللي كان نائب العميد اصبح عميد رقي في المرحله الاخيره اللي هو الدكتور سيد نوبل، اصبح هو عميد الكليه اللي وعدنا بان هو هيساعدنا في فتح فصل للغه النوبيه في المعهد. هذه اخر مرحله احنا وصلنا لها، لان هي المساله مش مساله حروف وكتابه وقرايه، احنا عايزين نثبت اللغه ونعمل لها منهج دراسي بحيث يتقدم لها طلبه يدرسوها على منهج علمي، ويبقى اللي يكتب ويقرا بيقرا اكنه بيقرا اللغه العربيه او الانجليزيه. بالنسبه للارقام، ويمكن الاستاذ عبد الوهاب جابر كان موجود ومشي، من 15 20 سنه الراجل ده وصل الى كتابه الحروف الارقام النوبيه من الواحد للزيرو من التسعه، وعمل الكتابه اشكال الحروف الاشكال الارقام النوبيه، وتقدم بها ل وزاره بتوع العلوم اللي هو بتوع براءه الاختراع، وتقدم بها لتسجيلها في براءه الاختراع، قبل فعلا وسجلوها براءة اختراع، لكن تجنبوا تسميتها بأنها أرقام نوبية، وقالوا أنها أرقام تساعد في كتابة العميان اللي هو لغة البريل، ودخلوها في أرقام لغة البريل وتجنبوا الموضوع النوبي. لكن احنا برضو لا أزيع سرا، احنا ماشيين في الموضوع ده، إذا قدرنا نوصل إلى أن احنا نعمل منهج للغة النوبية ونثبتها وندرسها في المعهد، نجيب الأرقام دي ونحطها مع اللغة النوبية، وإن شاء الله ربنا يوفقنا.